السلام عليكم مشاهدينا من العاصمه اللبنانيه بيروت كلما اشتدت ضربات المقاومين في جنوب لبنان وضراوه المعارك وكلما ازدادت الخسائر في صفوف الجيش الاسرائيلي استشرس الاحتلال بكل الطرق كاسرا كل المحرمات من قصف للمدنيين الى استهداف للصحفيين الى محاولات لا تنتهي من اجل اسكات كل من ينقل الصوره الحقيقيه تلك الصوره التي تؤلم اسرائيل بقدر ما يؤلمها الميدان ضمن هذا السياق تأتي الحملة القديمة الجديدة على الميادين التي تتخذ أشكالا متعددة بما فيها عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية وآخر ما تعرض له البث المباشر لموقع الميادين من محاولة قرصنة دنية سرعان ما جرى التصدي لها في السلوك الإسرائيلي ما يعكس مجددا أهمية الحرب الإعلامية التي تدور رحاها بموازاة الحرب العسكرية حرب تتجند لها ماكينه غربيه وعربيه من اعلام تقليدي واخر بديل تتماهى وتتسق مع السرديه الاسرائيليه عند كل حدث ومفصل بما يخدم اهداف تل ابيب ومن بينها العدوان الاسرائيلي الاخير على ايران. هذه هي العناوين التي سنخصص لها هذه الساعه من تغطيتنا والتي نستضيف فيها مديره الميادين اونلاين السيده بهيه حلاوه. كما نرحب من جنيف بمدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاجتماعيه دكتور رياض الصيداوي ومن القاهره رئيس تحرير صحيفه السياسه المصريه الدكتور ايمن سمير حياكم الله ضيوفي ومشاهدينا سابدا طبعا مع زميلتي السيده بهيه من الهجوم السبراني الذي تعرضت له الميادين هذه ليست المره الاولى سيدة بهية ولكن في ظل الحرب الحملة تشتد في هذا الجانب ما التفاصيل فيما يتعلق بما جرى اليوم تحياتي كمال لك ولجميع المتابعين ولضيوف الكرام حقيقة تعرض البث المباشر لقناة الميادين اليوم لعملية قرصنة هي عملية متعمدة بطبيعة الحال تهدف دائما إلى إيقاف الصورة أو البث الحي لمحتوى الشاشة في الشبكة العنكبوتية وما يتصل بها من منصات لنوضح للمتابعين الكرام بداية أنه بغضون دقائق يعني معدودة الفريق التقني في شبكة الميادين تمكن مباشرة من الحد من الهجوم هذه كانت الخطوة الأولى من ثم تمت السيطرة عليه بشكل كامل وأعيد البث المباشر إلى النصاب الطبيعي على الرغم من أنه كان في عمليات تشويش كبيرة على هذا الإطار حتى حتى بعد عمليات يعني استئناف البس طبعا يعني البث كان كانت محاولات نشر هذا البث من بقعتين مختلفتين جغرافيا ولكن تعرضنا في هذه البقع ايضا لعمليات لتشويش البث ومنع البث من اعاده يعني من الارسال بطريقه طبيعيه مجددا هي محاوله قرصنه واعتداء مباشر على حسابات ونطاقات الميادين بالشبكه العنكبوتيه كما ذكرنا بطريقه مسيئه ودنيئه للقناه جمهور الميادين ولكن يعني نشكر الله انه جرت المتابعه سريعا وعالجنا الامر لنكون مع الجمهور لحظه بلحظه بنقل الواقع ومواكبه تفاصيل العدوان على لبنان وايضا على على غزه كما كما ذكرت كمال هي ليست يعني المحاوله طيب الاولى سي... مم. مم. تكرر الهجوم اكثر من مره لكن السيدة بهية هذه ليست المرة الأولى كما يعني ذكرنا لكن التي تتعرض فيها شبكة الميادين لهجوم سبراني لكن ما هي الدوافع هنا نسأل عن الرسائل ما هي الدوافع لفعل ذلك صحيح يعني عملية التصدي هي الثالثة منذ بداية هذا العدوان على لبنان يعني عاد البث بسرعة فائقة وأحبطنا أهداف هذا العدوان وتكرر الهجوم اليوم ولا يمكن أن نقرأ هذا الملف إلا ضمن سياق شامل يعني هو هذه الجهات الإرهابية تستهدف هذه المرة البث المباشر في القناة والقنوات يعني الرسمية في يوتيوب ولكن بداية العدوان كنا مع هجوم أيضا قوي وكبير يعني عرض عرض القناة لتهديد كبير لأنه كان يشمل ليس فقط البث المباشر ولكن ايضا الخوادم والنطاقات وايضا الارشيف ويعني كل ما نستخدمه للبقاء على قيد الحياه كوسيله اعلاميه في خضم هذه الازمه هنالك الكثير من من الدلالات والمضامين ولكن عمليا يعني بالنسبه للتوقيت ياتي هذا العدوان ونحن في خضم تغطيه متواصله منذ منذ بدا العدوان منذ بدايه طوفان الاقصى وبدايه العدوان على غزه وايضا مع استمرار العدوان الان على على لبنان ايضا بموضوع الرسائل عندما نقرا هذا المسار نجد انه هي محاوله لاضعاف الميادين واسكات الميادين بطبيعه الحال يعني بدنا نعرف انه هذا الاسلوب يتكرر، هذه الميادين تزعج وتؤذي دوله الاحتلال الاسرائيلي، نذكر مثلا في قرارات حجبها سابقا صنفت الموضوع ضمن ملفات الامن القومي، بظل العدوان لا تابه اليوم باي مواثيق ولا احراج ولا اي صوره امام الراي العام حتى. تعمد الى الضرب المباشر وعمليا ايضا بالرد على مثل هذه الخطوات او بالرد على مثل هذه الاعتداءات على الميادين، نؤكد دائما انه ما اكدته اداره الشبكه الميادين ثابته وزمن الاحتكار بعالم الاعلام والمعلومه يعني ولا عمليا صحيح نحن لا نمتلك من القدرات والادوات ما يمتلكه الاخرون ولكن هذه الادوات التي بين يدينا والعزيمه التي لدينا كافيه القليل من الصدق الهادف بمثل هذه الاوقات الحساسه خير من الكثير من من يعني الـ الموارد للمعادي وللمتواطئ ويمكن ان تغلق الكثير من الصفحات، نستبدل هذه الصفحات، يمكن ان تضرب البنيه التحتيه ولكن نعيد ترتيب هذه البنيه التحتيه، يمكن التشويش علينا، نتحايل على هذه الضربات من هنا ومن هناك، حتى نؤدي يعني ما تم تشخيصه لدينا انه هو دور لهذه القناه وهذه الوسيله الاعلاميه لتعلي كلمه الحق، لتبين الحقائق، لتبقى الى جانب الانسان في كل مكان وخاصه في مثل هذه. الاوقات. طيب هنا سانتقل الى ضيوفي، دكتور ايمن سمير مساء الخير ابدا معك من القاهره. النطاق الاعلامي وضع تحت منجل الاباده كما الانسان العربي في فلسطين في غزه الضفه وكذلك في لبنان. وبالتالي اسرائيل وضعت الاعلام تماما تحت آلة الحرب وبالقوة وبالقتل استشهد صحفيون من قنوات متعددة في غزة أعدادهم يعني واستهدفوا بشكل مباشر هدد صحفيين آخرين في فلسطين وفي غزة أغلقت مكاتب وشبكات وفي لبنان طبعا شهداء للصحافة شهداء لشبكة الميادين منذ بدايه هذه الحرب، والهجوم السبراني الواحد تلو الاخر لاسكات صوت الشبكه عدا عن التهديدات. ما الذي تقصده؟ ما الذي ترمي اليه اسرائيل؟ لماذا كل هذا الاهتمام والغضب اذا جاز التعبير من وسائل الاعلام التي تنقل ما تقوم به اسرائيل نفسها؟ صحيح مساء الخير وتحياتي لحضرتك استاذ كمال ولضيفتك الكريمه استاذه بهيه ولضيفك من جنيف في تقديري اولا واسمح لي ايضا ان اقدم تحيه لكل فريق الميادين كل الاصدقاء وكل الزملاء في الميادين على هذا الجهد الكبير على هذه التضحيات الكبيره بالفعل هذا العدوان على لبنان اظهر بالفعل شجاعة هذا الفريق واحترافية هذا الفريق في أكثر من موضع وفي أكثر من مكان، رأينا بالفعل رباطة جأش وشجاعة من كل العاملين في شبكة الميادين، المراسلين على الأرض، الذين يعملون في الاستديوهات، الذين يعملون في الفرق التقنية، الذين يعملون في كل جهة من جهات الميادين. شاهدنا الشهداء وشاهدنا الاعتداء الإسرائيلي على مكتب الميادين في بيروت وعلى المكتب الذي يضم صحفيين في حصبية وفي غيرها في في لبنان وفي بيروت وفي جنوب لبنان وفي بيروت وفي البقاع وفي غيرها من كل الاماكن التي تعتدي عليها اسرائيل لذلك هذه التحيه تحيه واجبه ليست فقط مني لكن يجب ان تكون هذه التحيه من كل الذين يعني يعملون في مجال الاعلام كل المتلقين كل المشاهدين كل الذين يبحثون عن الحقيقه كل الذين يعتبرون أن حرية الإعلام وحرية الصحافة ليست فقط حق للمشاهدين لكنها أساس ولابنة حقيقية في بناء الأمم وفي بناء الشعوب وفي بناء, الوعي وفي بناء الوعي وفي تحصين الوعي الوعي العربي والوعي الإسلامي تجاه كل ما يحاك ضد الأمة العربية والإسلامية هذه بداية لكن في هذه الاعتداءات في تقديري هي وسام على صدر الميادين لأنه لو لم تكن الميادين مؤثرة لو لم تكن الميادين توجع إسرائيل وتوجع الصهاينة ومن يقفون معهم لماذا تهاجم إسرائيل ومن معها الميادين؟ لأن الميادين أثبتت بالفعل أنها إعلام حر وإعلام صادق وإعلام أمين في كل الميادين وفي كل المواقف وفي كل المشاهد كانت قريبة من المتلقي وقريبة من المشاهد تقدم له المعلومه حتى المعلومات التي قد يفسرها البعض انها ضد يعني مواقف الميادين كانت تنشرها وتسمح للجميع ان يعبر عن ارائهم. الميادين تستضيف الضيوف من كل الاتجاهات السياسيه سواء الذين يتفقون مع رؤيتها او حتى الذين يخالفون رؤيتها. هذه قوه كبيره جدا للميادين، هذه جساره، هذه ثقه كبيره جدا استطاعت الميادين ان تبنيها منذ عام 2012 وحتى الان. لذلك في تقديري كل هذا ازعج اسرائيل، ازعج من يقفون مع اسرائيل، أضع ازعج الاعلام المناوئ للحقيقه والمناوئ للمبادئ والمناوئ للقيم والمناوئ للعروبه والاسلام والمقاومه، وبالتالي انا في تقديري هذه الهجمه لن تكون الاخيره، لكن ايضا انا على ثقه ان فريق الميادين ايضا سوف يتصدى لمثل هذه الهجمات في كل مره. كما تصدى لها في المرات الماضيه <applause> هذه هي النقطه الثانيه النقطه الثالثه انا في رايي لا. هذا العدوان الاسرائيلي على غزه وعلى جنوب لبنان كشف وسائل الاعلام خصوصا وسائل الاعلام الغربيه لك ان تتخيل ان صحيفه مثل لوس انجلوس تايمز وهي اكبر صحيفه في الولايات المتحده الامريكيه لها مشتركين ولها متابعين تنقل اخبار مضلله تنقل اخبار بلا مصادر غالبيه وسائل الاعلام الغربيه تنقل عن وسائل اعلام اسرائيليه بلا مصادر ولا حتى مصادر يعني قريبه او او صحيح. او لها علاقه بالموضوع من قريب او من بعيد وبالتالي هذه الحرب ضمن ما كشفت كشفت الكثير من الحقائق وايضا كشفت الكثير من الاكاذيب لكن من ضمن الحقائق التي ربما الذين لم يعرفوها قبل هذا العدوان أن وسائل الإعلام الغربية كان لها احترام كبير وكان لها حضور كبير جدا سواء تنقل منها وسائل الإعلام العربية أو حتى المتلقين العرب لكن بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان تأكد للجميع مدى تسييس هذه وسائل، هذه الوسائل الإعلامية وكيف أنها يتم تجييرها وتوجيهها لخدمة قضايا معينة كلها هي قضايا إسرائيلية بامتياز لذلك صحيح. انا في تقدير نعم الهجوم كان هجوما صحيح. كبيرا يعني هنا تفضل يعني استاذ يعني ايضا هذا يدفعنا لسؤال دكتور رياض الصيداوي ربما تكون هذه من المرات او من الحروب خلال حرب غزه والحرب الان على لبنان من المراحل التاريخيه النادره التي تستطيع فيها الشبكات العربيه وسائل الاعلام العربيه ان تطور ادائها وخطابها بحيث يصل الى الراي العام في كل العالم وبالتالي بدات اسرائيل تشعر ان الادانات الدوليه وان الراي العام الدولي الذي ينتقد الاباده الجماعيه والممارسات الاسرائيليه مسؤول عنه هؤلاء الاعلاميون المصورون والصحفيون والمراسلون الذين يتواجدون على الارض لتصوير ما تقوم به اسرائيل حاليا، هو يحمل وسائل الاعلام مسؤوليه ان العالم بدا يشمئز من صوره من صوره اسرائيل، وليس يعني على سبيل المثال هذا نذكره داني كوشمارو صحفي قناه 12 اول امس كان يفجر منزل في جنوب لبنان على الهواء مباشره وبنفسه وهو يقول عن نفسه انه صحفي اسرائيلي وبالمقابل لا تجد ان هذا موجود عند الصحافه معظم الشبكات كل الشبكات العربيه لا يشارك صحفيون انما يقولون ما تقوم به اسرائيل بالتالي هل اسرائيل تحمل الصحفيين ووسائل الاعلام مسؤوليه فضح ما تقوم به ولذلك تعاقبهم بالدم بقتلهم وبتدميرهم. بالتاكيد هي تعاقب بالذات وتهتم بالذات بمن نجح في ايصال رسالته الاعلاميه لجمهور واسع واقنع بادائه الوطني المحترف النضالي جماهير كثيره جدا. يعني الهجوم على قناة الميادين السبب الأساسي أو شيء أنها قناة ناجحة حققت الكثير والكثير على عكس قنوات عربية أنفقت عليها ربما عشرات وعشرات مليارات الدولارات شاهدت تقرير يتحدث عن المقاومين أنهم إرهابيين عن الشهيد المجاهد يحيى السنوار يقولون عنه إرهابي وهذه قناة عربية بمال عربي وعن سيد الشهداء المجاهد حسن نصر الله يقولون عنه إرهابي وعن المجاهد الشهيد إسماعيل هنية يقولون عنه إرهابي بمال عربي الكيان الصهيوني يحب هذه القنوات الغرب يحب هذه القنوات أما قناة تنسجم مع الرأي العام العربي وتنسجم مع الرأي العام الأوروبي والأمريكي والعالمي وهذا شيء هام جدا لأن الرأي العام العربي في جهة وبعض الإعلام العربي وممول من حكومات عربية معروفة في جهة أخرى مقابلة ونفس الشيء في الغرب وأنا أعيش في الغرب من ثلاثين سنة الإعلام في جهة لم يتعلق بجنوب لبنان والقضية الفلسطينية لكن الرأي العام الغربي في جهة أخرى أذكر للمرة المليون من سنوات الاتحاد الاوروبي قام بصبر اراء للمواطنين الاوروبيين وطرح السؤال التالي: من هي الدوله والجهه التي تهدد السلام والامن في العالم؟ 65% قالوا اسرائيل. اذا ذنب المدين انها نجحت فكت طوق الحصار المفروض على الاصوات الحره بذلك يجب ان تهاجم وتضرب بكل الاشكال. منها الهجومات السبرانية أنا شخصيا يا سيدي تعرضت إلى هجوم سبراني وتم تخريب وتدمير ثلاثة قنوات يوتيوب في أكثر من ثلاثة آلاف فيديو استعدت بعد شهر ونص من يوتيوب بعد أكثر من مئة مراسلة عندي الإيميلات موثقة لماذا هذا الجهاز المخابرات يضرب قنواتي لأنها نجحت لأن صوتي نجح إذا هي شهادة نجاح بالنسبة لقناة الميادين شهادة صدق شهادة وصول للجماهير العربية وصول الجماهير الإسلامية والعالمية لأنه عندما وقعت بث بالإنجليزية والإسبانية فإذا بما أنها نجحت فلا بد أن تهاجم في كل مكان هم يريدون قنوات عربية تقول عن المجاهد يحيى الصنوار إرهابي يريدون قنوات عربيه تقول على شيء سيد الشهداء حسن نصر الله ارهابي يريدون ويحبون قنوات عربيه تقول على المجاهد اسماعيل هنيه ارهابي كل من يرفع صوته ويهز راسه يكون ارهابيا هذا ما يريدون هذه القنوات التي يريدونها ولكن صدقني ميزانيتها مليارات دولارات ضقة اموال الأموال لا تشتري القيم الأموال لا تشتري الوطنية الأموال لا تشتري العزة الأموال لا تشتري الكرامة هذا كل شيء مفقود عندهم إذا هي هو نجاح الميادين وبما أنها نجحت وأوصلت الرسالة فيجب أن تهاجم وأن تعاقب وأن تحاصر من كل جهة والحروب الحروب طيب دكتور هي طبعاً لكن دكتور تسمح لي رمادي الحروب نعم يا أبيض يا أسود يا مع المقاومة يا ضد المقاومة نعم نعم هي المعركة يعني نصفها في الميدان ونصفها في الفضاء الإعلامي وفضاء الرأي العام وهذا مهم يعني مسألة الرأي العام مهم ويهتمون بها كثيرا في الغرب سيدة بهية سأعود إليك لسؤالك عن مدى ارتباط ما تتعرض له وسائل الإعلام الحرة بمسار الحرب الإسرائيلية الغربية على المقاومة تماما يعني هذا ما ذكره الضيوف الكرام الحديث اليوم عن ان المقاومه لا تتعرض فقط لحرب اسرائيليه غربيه على مستوى الميدان كما نتابع، ولكن هي ايضا يعني محاصره ان كان بالخوارزميات في المنصات وباقي اساليب التعتيم على الروايه، روايه الاحداث الدقيقه والروايه المنطقيه للامور، المواد الاعلاميه التي تنشرها حتى المقاومه بشكل مباشر، نحن امام نوع من الحصار الاعلامي يتضمن انساق متعدده منها التزوير منها التضليل منها الاقصاء من مساحات التغطيه او حتى التلاعب ويعني الفبركه ضمن هذه المساحات ان كان على مستوى اليه الاختيار للمحتوى والضيوف وما شابه وايضا لاساليب من اساليب التوجيه المبطن باستخدام يعني اساليب دس العسل في دس السم في العسل بالاضافه الى المعايير المتعدده وليست المزدوجه فقط التي بتنا يعني نرصدها من خلال مراقبتنا لهذه المنصات هذه المعايير المتعدده في الاعلام المساند لاسرائيل تلعب في خدمه الجهد الحربي الضغط السياسي ايضا الضغط الدبلوماسي باوقات عديده الهدف منها محاصرة الحقائق، احتكار المساحات، مساحات الهواء وايضا الصحف والمواقع الالكترونيه لتتضمن ولتؤيد سرديه واحده تخدم العدوان وتبعد الجمهور عن الحقيقه كما ذكرنا، لانه ببساطه هي لا تتماهى مع اهداف هذا العدوان. م. ناحيه اخرى ايضا مهمه جدا هي ان كل هذا يترافق مع استهداف لمكاتب القنوات التي تقدم الواقع من دون تزوير وايضا للطواقم الصحفيه كما حصل مع زملائنا يعني الاسبوع الماضي من دون اي ردود فعل متناسبه من قبل المجتمع الاعلامي العالمي هذا يؤثر بطبيعه الحال لانه يعني يسمح بتكرار مثل هذه الافعال والاعتداءات دون ان يعني تتلقى الجهات اي محاسبه واي ردود تتناسب مع حجم هذه الاعتداءات التي تقوم بها يعني كان في كما تعرف في زميلتي بهيه انتهاك لكل شيء يعني الاعلاميين والصحفيين والمؤسسات الاعلاميه كمان المستشفيات والقطاع الصحي المدارس مراكز الايواء خيام النازحين يعني تم تقريبا الاعتداء على على وانتهاك كل شيء دون اي دون اي 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 ضوابط في محورنا الثاني في هذه الساعه ايضا مشاهدينا وضيوفي سيدة بهية نتناول أيضا نماذج في نماذج يعني للتعاطي الإعلامي التضليلي والتحريضي أحيانا على المقاومة وعلى الآراء التي تدعم هذه المقاومة إيران تعتبر يعني في ردها ودفاعها ربما هذا نموذج واضح أحيانا كيف يتم التعاطي إذا إيران ردت أو إذا تعرضت هي لعدوان ماذا في هذا الجانب سيدة بهية؟ صحيح لأنه نتحدث عن نفس الإعلام وعن نفس الأدوات سنبدأ مع هذا المقطع الصوتي كمال نشاهد ونتابع يعني استعراض المزيد من الأمثلة حول أساليب تعامل هذا الإعلام مع العدوان الذي حصل على إيران قبل أيام How is this leak? How does something like this happen? Well, it's serious and it's obviously sensitive. Defense officials I spoke with here will only say they're looking into it. The question is, was it a leak or was it a hack? And if that's the case, where where will there be more of them? These documents are dated October fifteenth and sixteenth, and they are sourced to the National Geospatial Intelligence Agency as well as uh, the National Security Agency. And they're marked top secret, and they have markings also indicating that they're only meant to be seen by just the U.S. and its Five Eyes allies. That's a, that intelligence sharing partnership between the U.S. and some of its closest allies. And what they describe broadly are preparations that Israel appears to be making for a strike against Iran. And one of the documents says that uh, the Israelis are preparing to strike Iran by, you know, moving different munitions around, by doing exercises uh, with aircraft. Israel has informed the Biden administration that it's planning to strike Iran before U.S. elections, November 5th. That's according to an official familiar with the matter, who spoke on condition of anonymity to share details about Israel's confidential plans. The U.S. and Israel have been closely coordinating on the nature of Israel's retaliation. The official said some Israeli security officials have advocated for hitting Iran's nuclear facilities, which the U.S. has rejected. The prime minister's office said Israel listens to the U.S. position, but would make its final decisions based on Israel's national interests. يعني قبل ان استعرض المزيد من المواد لاحقا حول يعني العدوان على ايران وكيف كانت الردود بعد هذه المرحله مباشره، حاولنا ان نتابع في هذا المقطع مقتطفات من الاعلام الغربي عما رافق المرحله التي سبقت العدوان الاسرائيلي على ايران لنقارن يعني بين المرحلتين، كنا مباشره امام حمله يعني فيها مزيج من التهويل التهديد وايضا التضليل بشكل واضح وملموس، ما نسمعه دائما من حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، استخدام مصطلح الرد الاسرائيلي وليس العدوان، من ثم جاءت مساله التسريبات الامريكيه حول الاستعدادات الاسرائيليه للعدوان، كل هذا يعني يعكس الشراكه بين الحرب الاعلاميه وايضا الحرب العسكريه كما كما يظهر في تخفيف بعض الاعلام الغربي والعربي ايضا للاسف. وأيضا حسابات تابعة للوسائل الإعلامية المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي محاولة تخفيف هؤلاء من قيمة الرد الإيراني في الأول من أكتوبر وبالتالي من بعدها محاولة إخفاء الآثار التي تكبدتها إسرائيل من جراء هذا الرد وهي آثار يعني ظهرت جلية عبر ما تناقلناه من فيديوهات وما رصدناه من صور أيضا للأقمار الاصطناعية من بعدها كنا ايضا امام صوره معاكسه ومتناقضه بتضخيم اثار العدوان الاسرائيلي على ايران والتقليل من من او او التقليل من العدوان في بعض القنوات وبعض المحطات والايحاء بانه اسرائيل قامت بضربات مدروسه لا تستدعي اي رد ايراني او توسعه لهذا الصراع في كل هذه الجزئيات كنا امام عملية تضليل واضحة، آثار العدوان كانت محدودة والسبب كان إفشال إيران لهذا الهجوم الإسرائيلي نتيجة نجاح الدفاعات الجوية الإيرانية في التصدي لهذا العدوان الكبير، ولكن هذه السردية وهذه الجزئيات غابت بشكل كبير جدا عن الإعلام الغربي في كل هذه الأحداث التي رصدناها. دائما في كل هذه الأحداث المشترك أنه انه نجد انه يغرق هذا الاعلام الغربي وجزء من الاعلام العربي يغرق بسيل هائل ودفق من من المواد التي تساند الروايه الاسرائيليه تنقل تحاليل توجيهات مقابلات ايضا بنفس السياقات السلبيه اخبار سلبيه في توصيفها وتعاملها مع المقاومه وهي بالاصل يعني تنال جزء قليل جدا من التغطيه يعني عندما نتعامل مع ماده المقاومه بشكل او باخر واذا ما اردنا ان نقرا كل هذه في سياق شامل هذه الخطوات لا يمكن قراءتها الا انها تفاصيل لرسم وتصدير صوره يريدها دائما الاحتلال الاسرائيلي وحلف الحرب الذي يشارك معه في هذا العدوان هذه الامثله طيب ايضا هنا ايضا يحاول تفضلي, تفضلي. نعم نعم كمال هذه امثله سريعه نستعرضها ايضا من المواد المنشوره في عدد من المواقع هذه الماده تتحدث عن اخفاء وسائل الاعلام الغربيه والامريكيه على وجه الخصوص الحقائق الاساسيه في تغطيتها للهجوم الايراني وتفند ايضا الشواهد والادله التي استندت اليها لتخلص لهذه النتائج أمامنا هنا أيضا مادة من أي بي سي نيوز أيضا هذه المادة أيضا نستعرضها هنا، سنشاهد كيف أن التضليل مورس بسياق متصل عند الحديث عن العدوان الإسرائيلي على إيران، ممارسة التهويل والتضخيم هذه الماده ايضا تتحدث عن اثار العدوان يعني بالتناسق مع السرديه الاسرائيليه التي تم تصديرها سنتابع معا هذه الصوتيه What's been reported is that Israel attacked Iran in three waves. The first took out air defences in Syria and Iraq to clear the way for other waves of strikes. Uh, then Iranian defences were targeted, and then Iranian long range missile manufacturing sites were struck. Apparently, around 20 targets were struck in three Iranian provinces, one site uh, near the capital Tehran. The Iranian government has described the damage as limited. Uh, but that's unlikely to be true. We've seen uh, just how strong the Israeli Air Force is. We've seen how high their capabilities are. And there's no reason Israel wouldn't have taken an opportunity to diminish Iran's military capacity in some way. Nevertheless, uh, Israel says its action is over. And it looks like Iran is doing what Israel and the United States have urged it to do, which is take this hit and walk away. يعني هذا جزء دكتور ايمن سمير مما هذا نموذج واضح موضوع العدوان على ايران ورد الرد الايراني يعتبر من النماذج القريبه والتي يمكن يعني اخذها لشرح لغه الاعلام الغربي في التعاطي مع القضايا التي تهم اسرائيل. دكتور ايمن يعني مفهوم ليس مفهوما اكيد يعني لكن عندما تقوم حكومه الولايات المتحده الامريكيه الاداره الامريكيه والحكومات الغربيه بدعم اسرائيل وتكرار مقوله اسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها تقصف سوريا، لبنان، العراق واباده في غزه واقتحامات في الضفه، لا يعني مشهد مشهد ماساوي حقيقه واجرام واضح يعني سياسيا يقال هذا دفاع عن النفس واسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس لكن هنا نتحدث عن جانب اخر، يعني جانب اعلامي يقتضي ان يبرز اشياء او او اجزاء من الحقيقة وليس ايضا التساوق مع الخطاب السياسي الذي يرتكز على المصالح السياسية في نهاية المطاف، هنا يجب ان يكون في تمايز بين الاعلام الحر بين قوسين وبين ما تقوم به الادارات التي لها مصالح. صحيح للاسف استاذ هناك تماهي بين يعني الخطاب والرساله الاعلاميه لوسائل الاعلام الغربيه والامريكيه مع الرساله السياسيه التي تقوم بتوجيهها الاداره الامريكيه او حتى المخابرات الامريكيه وهذا كان واضح بشكل جلي ربما كما شرحت الاستاذه بهيه في فيما جرى بين اسرائيل وايران يعني اولا الذي بدا الهجوم على السيادة الإيرانية في البداية هي إسرائيل وليس إيران. هذا الأمر لم يذكر على الإطلاق في وسائل الإعلام الغربية. يعني البداية جاءت عندما قامت إسرائيل باستهداف القنصلية الإيرانية في سوريا. وهي أراضي في القانون الدولي وفي القانون الدبلوماسي. ووفق اتفاقية فيينا هي أراضي إيرانية. وبالتالي الذي ردت ودافعت وكان لها حق الدفاع عن النفس عندما هاجمت ايران اسرائيل ب 200 صاروخ باليستي في الاول عندما هاجمت ايران في الهجوم الاول في شهر ابريل الماضي بحوالي 330 مقذوف ما بين طائره مسيره وصاروخ باليستي وصواريخ اخرى مجنحه هذا كان دفاعا عن النفس من قبل ايران وليس هجوما بالمفهوم الاعلامي على اسرائيل لكن وسائل الاعلام الغربيه صورت الأمر وكأن إيران هي التي تهاجم على إسرائيل الدولة الديمقراطية في الشرق الأوسط الدولة الصغيرة في الشرق الأوسط وأن إسرائيل في خطر وجودي ويجب على العالم الغربي والإعلام الغربي أن يدعم إسرائيل هذه النقطة الأولى في المرة الثانية إسرائيل هي من اغتالت إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية وهذا كان تعدي على السيادة الإيرانية بموجب كل القوانين والأعراف الدولية والمواثيق الدولية هذا تعدي وبالتالي ما قامت به ايران بالضبط في 1 اكتوبر او في الاول من اكتوبر من هذا الشهر بهجوم على اسرائيل بحوالي 200 صاروخ باليستي هذا كان دفاعا عن النفس ورد مشروع ورد قانوني ورد اخلاقي من ايران على اسرائيل هذا لم يذكر على الاطلاق في وسائل الاعلام الغربيه والامريكيه هذه النقطه الثانيه النقطه الثالثه وهي في غايه الاهميه الاهداف التي استهدفتها ايران في المرتين جميع الأهداف التي استهدفتها إيران في المرتين كانت أهداف عسكرية انظر إلى ما يقوم بحزب الله منذ 17 سبتمبر الماضي البعض اعتقد أنه نتيجة لما قامت به إسرائيل يوم 17 سبتمبر الماضي يوم 27 سبتمبر وما تلاها من أحداث ربما حزب الله لن يفرق ما بين الأهداف المدنية والعسكرية جميع أهداف حزب الله حتى اليوم هي جميعها بالكامل مواقع عسكريه وتمركزات للجيش الاسرائيلي ولم يستهدف ابدا علي الاطلاق اي هدف مدني وحتي عندما قتل حوالي 13 او 12 اسرائيلي في الجولان في شهر اغسطس الماضي كان وحاولت اسرائيل ان تلصق هذا بالمقاومه، المقاومه, المقاومة فندت هذا الامر وعلى لسان الشهيد حسن نصر الله نفسه عندما قال واكد ان ما جرى كان نتيجه لصاروخ اعتراضي اسرائيلي سقط في الجولان، جميع الاهداف التي استهدفتها ايران بالكامل هي اهداف عسكريه، جميع الاهداف التي يستهدفها تستهدفها المقاومه اليوم هي اهداف عسكريه بالكامل، لم تستهدف مدرسه لم تستهدف منشاه مدنيه، لم تستهدف مستشفى على الاطلاق، ورغم ذلك لا يذكر هذا في الاعلام الغربي، لكن عندما تقوم اسرائيل باستهداف اهداف مدنيه تستهدف الصحفيين وتقوم بهجمات سبرانيه على الميادين او غيرها تعتدي على الصحفيين لا يذكر هذا في الاعلام الغربي، وبالتالي اصبح هذا المشاهد والمتلقي في العالم الغربي أنا كنت في نصف الكرة الغربي الجنوبي في كوبا وفي فنزويلا وغيرها، المشاهد هناك بصدق هو لا لا يثق في وسائل الإعلام الغربية، لا يثق في الرواية الإعلامية الأمريكية أو البريطانية أو الأوروبية على الإطلاق. طيب هنا هو هنا دكتور دكتور أيمن أربية. يعني تجري تجري عملية هنا نلاحظ أنه تجري عملية بتر للمشهد، يعني الإعلام الغربي بدأ الصراع العربي الإسرائيلي أو بدأ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من 7 اكتوبر، الكل يقولون انه بدات صحيح الازمه، بدات الحرب من 7 اكتوبر، يعني حماس هي المسؤوله لانها شنت الهجوم، لكن لا يقولون لا يتحدثون عن اليوم الذي سبق 7 اكتوبر، كيف كان المشهد في غزه، كيف كان العشرات يستشهدون وتقتلهم اسرائيل وهم يتظاهرون سلميا على الشريط على الشريط الحدودي لقطاع غزه يعني وغزه محاصره والى اخره وشنت عليه عده حروب. ايضا موضوع ايران، يعني يبدا موضوع ايران وإيران ايران في ابريل شنت هجوما على اسرائيل، لكن سبق ذلك هجوم على قنصليه دوله ذات سياده في دوله اخرى، القنصليه الايرانيه في سوريا. ايضا اغتيال اسماعيل هنيه، لا يذكرون ايران وبالتالي دائما هناك سرديه هناك سرديه تتعمد البتر. يعني عدم صحيح. وضع الحدث في سياقه الحقيقي سياقه التاريخي وهذا لاحظناه بشكل ربما كان فج في 7 اكتوبر في اعتبار 7 اكتوبر هو البدايه صحيح وهذا كان دور الميادين ودور القنوات يعني المحترمه في توضيح الصوره بان ما يجري في المنطقه هو بدا منذ سنه 48 وربما حتى قبل سنه 48 منذ ثورة البراق سنة 1900 ثورة الفلسطينيين، ثورة البراق 1920 والثورة الفلسطينية الكبرى سنة 1936 وما جرى في النكبة سنة 1948. نجاح الميادين وأشقائها من القنوات يعني ذات الأمانة وذات الإخلاص في السرد الإعلامي وسرد القصة الحقيقية والرواية الحقيقية، أنا في رأيي هذا رسم صورة مختلفة أيضاً لإسرائيل. الصورة النمطية الآن لإسرائيل صورة سلبية للغاية الصورة النمطية للجيش الإسرائيلي لأول مرة منذ قيام إسرائيل يتم تصنيف جيش الإسرائيل باعتباره جيش العار من الذي أوصل هذه المعلومات وهذه القيمة عن إسرائيل وعن جيشها للعالم والمؤسسات الدولية والشعوب الحرة في سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا أو في أمريكا اللاتينية كيف هذه المواقف لأمريكا اللاتينية الدول تقوم باعتبار ما تقوم بإسرائيل جرام حرب انظر خطاب الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا ضد اسرائيل لماذا كل هذه الشعوب بدات تدرك حقيقه صحيح. اسرائيل انها ليست واحه الديمقراطيه في الشرق الاوسط بل هي دوله عنصريه ودوله أبرتايد ودوله قاتله ودوله معتديه وليس دوله كما كانت تروج في السابق بانها تعيش في محيط من صحيح. الكراهيه والغضب والآخرين يريدون القائها في البحر في الموضوع الاعلامي ايضا ومن الملاحظات المهمه دكتور رياض الاعلام الغربي كان اكثر انتقادا وجراه ضد الجيش الامريكي والولايات المتحده عندما غزت العراق وغزت صحيح كان في يعني نوع من المساندة لدى وسائل الاعلام لكن كان في انتقادات يعني قبل الحرب على العراق شفنا الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية أو بعضه على الأقل تحدث عن موضوع الحرب وخطأ الحرب عندما جرت الحرب فضحت بعض الممارسات سجن أبو غريب على سبيل المثال وما جرى فيه من تنكيل الفلوجة والمعركة المشهورة هناك يعني بعض الإعلام في الغرب تحدث حتى الحرب في أفغانستان الإعلام في الغرب أمام دولته أمام الولايات المتحدة والدول الغربية يبدو لديه هامش أكثر من الحديث عن إسرائيل هنا في الموضوع الإسرائيلي نجد إنه في تقييد ليس تقييد كامل في تأييد كامل لما تقوم في إسرائيل وفي محاولة للي ذراع الرأي العام حتى في الدول الغربية التي بدأت تتعالى فيها الأصوات نتيجة ما يتسرب من معلومات ومشاهد للإبادة في غزة والعدوان على لبنان أول شيء الإعلام الغربي أنا تعرف عندي تجربة كبيرة وطويلة جدا مع الإعلام الفرنسي صحف الشهيرة والمجلات الشهيرة وتلفزيوناتهم كنت زبون يومي يعني خلاصتي الإعلام الغربي أي إعلام هي تتحكم في أجهزة المخابرات وهو مسطر له ماذا يقول وماذا لا يقول وفي اجهزه المخابرات والاوليغارشيات الحاكمه في الغرب طبعا ثم اللوبي الصهيوني اقوى اللوبيات على الاطلاق صحيح انت ذكرت غزو العراق سنه 2003 كان خارج منظومه حتى مجلس الامن والقانون الدولي صحيح لانه حدث نوع من الانشقاق الغربي باعتبار جاك شيراك الرئيس فرنسي الراحل وتحالف مع المستشار الماني شرودر اعتقد على اساس أنه يرفض التدخل الامريكي ايضا لمصالح لان كانت فرنسا تبيع السلاح الى العراق فكان الاعلام الفرنسي مثلا يسخر من جورج بوش ومن الامريكان الى اخره باعتبار أن دولته هو ومخابراته ورئيسه دفعوا في هذا الاتجاه فبرزت نوع من التناقضات وصار حتى اعلام امريكي يهاجم فرنسا واعلام فرنسي يهاجم امريكي بسبب هو بسبب مصالحهم في الواقع ليس بمسبق باسباب قيميه لكن لما مبدئيا لكن لما يتعلق الامر بالكيان كما قلت يعني حتى نفهم الاعلام الغربي سوسيولوجيا وعلميا لهذا ادعو في كل القنوات الى علم الاستغراب علم الاستغراب هم عندهم استشراق نحن يجب ان نمارس علم الاستغراب لفهم الغرب علميا وبدقه وبموضوعيه ايضا اذا هم عندهم هذه الاوليغارشيات المالكه لكل وسائل الاعلام للبنوك ومالكه لاجهزه المخابرات وجنرالات الجيش كلهم يشتغلوا حتى رؤساء الاحزاب وما فيهم ما فيهم رؤساء الدول ايمانويل ماكرون هو مجرد موظف عند الاوليغارشيه يعني ممكن تزيحه وتاتي بواحد اخر هذه الاوليغارشيه هي التي تمتلك وسائل اعلام وتوجه بالنسبه للقضيه الفلسطينيه كما قلت الاوليغارشيات اللوبي الصهيوني قوي جدا فيها فتاتي اوامر انا اعطيك امثله محسوسه تكشف هذا الاعداد على سبيل المثال قناه ار فرنسيه قناه روسية. اليوم باللغه الفرنسيه مقرها الرئيسي في باريس وهم اصدقائي يعني في 220 صحفي فرنسي اغلقها البوليس السياسي الفرنسي اغلقها واطرد كل العاملين فيها اكثر من ذلك اثرا فرنسا تحجب في المواقع في سويسرا الحمد لله غير م... استطيع ان اذهب الى مواقع روسيا اليوم بكل اللغات ومواقع سبوتنيك بكل اللغات اذهب الى باريس فرنسا اجد كل شيء محجوب محجوب ما معنى الحجب يعني لا تراه بينما فرنسا تهاجم دول عربية خاصة تونس والجزائر، أنتم كيف لا تسمحون مثلا في الجزائر لمكتب فرنسا 24 تغلقونه؟ هذا حرية تعبير مقدس لا يمكن غلق مكتب فرنسا 24 بينما هي أغلقت التلفزيون ليس مكتب تلفزيون كامل بكل صحفيه وتقنيه وحجبت مواقع انترنت وهذا خطير جدا يعني عندهم الرقيب أرجوكم في الدول العربية ويا جماهير العربية راهو في الغرب عندهم البوليس السياسي وعندهم الشرطة العلام وعندهم بوليس الانترنت ويشتغلون صباح المساء لضرب كل صوت معارض للاوليغارشيه المالكه والتي والتي يعني كما قلت مالكه لكل كل الدولة حتى أحزاب سياسية موظفتها باستثناء القوميين والشيوعيين. إذا لما نفهم سوسيولوجيا وعلميا تماما. الغرب وكيفية أدائه وحقيقة مؤسساته نستطيع أن نقيم لكن وهذا الجيد وهذه الأمال الشباب الأوروبي والغربي لم يعد يصدق تلفزيوناته ولم يعد يصدق إعلامه أصبح يبحث عن البديل في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإنترنت والكثير و... ولهذا دكتور رياض وجدنا هناك فجوه بين ما يعبر عنه الراي العام في الغرب سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي او في الشارع من خلال التظاهرات وبين ما تقول وسائل الاعلام التقليديه اسمح لي فقط دكتور رياض لضرورات الوقت ان اعود مره اخرى لزميلتي بهيه لاستعراض المزيد من المواد والنماذج بهيه في سياق ما نتناقش فيه مع ضيوفنا صحيح، نستعرض المزيد من المواد عن يعني سردية الإعلام المساند لإسرائيل، هذا الإعلام يغيب مثلا جزئيات أساسية مثل الحديث عن قدرات إيران، عن التوازن الحقيقي في المشهد الاستراتيجي، أيضاً عن نجاح الدفاعات الإيرانية والجهود يعني التي يعني ذكرناها في هذا في هذه المواد، هذه مجموعة مواد أيضاً سنحاول أن نستعرضها سريعاً، المادة الأولى تتساءل هل يخطط نتنياهو لتدمير إيران ويقول إنه من الممكن أن تؤدي الضربة الصاروخية على إسرائيل إلى إحياء حلم تغيير النظام داخل الجمهورية الإسلامية يعني دائما أيضا ربط لهذه الجزئيات أيضا فوكس نيوز تسأل وتتحدث عن العالم الذي ينتظر تغيير النظام الإيراني مع تصاعد القتال مع إسرائيل كذلك الامر في فاينانشال تايمز التدخل العسكري ليس السبيل لاسقاط الجمهوريه الاسلاميه وكانه يعني بالنسبه للجمهور الغربي هذا من المسلمات او هذا من من البديهيات وايضا من اصدارات مركز ميمري وتحدثنا عنه معا طويلا كمال في عدة حلقات من حروب الاعلام عن دور هذا يعني هذا المركز يسال عن الاستراتيجيه لتغيير النظام في ايران ويطرح يعني خارطه طريق نحو الكونفدراليه في هذا المقترح وأخيراً المادة من ذهل وتتحدث عن دعم إسرائيل وتعتبره ليس كافياً الجمهورية الإسلامية يجب أن ترحل وبالتالي هنالك أمور داخلية أيضاً تلمح إليها في هذه المادة جانب اخر يعني مهم وفي سياق يعني تشويه هذه الحركه الدبلوماسيه الايرانيه انجاز القول هي محاوله اعطاء هذه الحركه الدبلوماسيه ابعاد تختلف عن حقيقتها وعن اهدافها الحقيقيه هنا الماده مثلا من سي ان ان وتقول انه ايران تنخرط في دبلوماسيه عاجله بينما تستعد لرد اسرائيل على الهجمات الصاروخيه وطبعا الماده بمضمون النص تتضمن يعني امور غير مرتبطه حقيقه بواقع الـ او بالتفاصيل التي يعني جرى التعامل معها او التداول بها من المصادر الرسميه الايرانيه، تايمز اوف اسرائيل ايضا تتحدث عن الحرص الايراني لتجنب الحرب الشامله، وهو ما تعتبره السبب الوحيد لهذه الحركه الدبلوماسيه بعد مهاجمه اسرائيل تقول انه هي تحاول ايران استخدام الدبلوماسيه وحتى التهديدات كما كما ذكرت أيضا جرت محاولات عديدة لبث الفتنة بين إيران والمقاومة من خلال بث معلومات مضللة منها ما ذكر تخلي إيران عن المقاومة عقد صفقات على حسابهم دائما استخدام هذه الدعاية الدعاية الإعلامية يعني وتوظيف سياقات مستعادة ربما من حروب سابقة ومن أمثلة سابقة لإعادة تغذية هذه الدينامية السابقة التي كانت يعني فاعلة أو رصدناها خاصة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الاحداث في السنوات الاخيره والفتنه الطائفيه التي جرى يعني تسعيرها بشكل او باخر جرى ايضا تشويه تصريحات المسؤولين الايرانيين بصوره متعمده غيبت وسائل الاعلام الغربيه كل هذه التوضيحات الايرانيه والتي يعني توالت وكانت تصريحات واضحه ومباشره بالدرجه الاولى، هذا ما يؤكد لنا انه هذه اعمال مضلله وهي جزء من سياسه اعلاميه ممنهجه لتشكل ربما جزء اساسي من هذا الجهد الحربي كما ذكرنا، هذه ماده مثلا من المونيتور تتحدث عن ناقلات النفط الايرانيه التي تفر من موقع تحميل الخام وسط مخاوف من هجوم اسرائيلي وايضا تراجع شحنات النفط الايرانيه يعني التهويل بموضوع الاضرار وغيرها يعني سريعا كمال لو اردت ان اقارن بين الصوره التي رسمت قبل العدوان وتلك التي صدرت بعد العدوان قبل العدوان نتحدث عن انهيار ايران هذا ما اوحت به المواد الضربه الضربه يعني قد تسقط النظام هكذا كانت العناوين ايران ارسلت جنرالاتها الى المناطق الحدوديه ايضا الايرانيون يعني سيسقطون سيسقطون النظام خلال الضربه بعد العدوان مباشره ومع مشهد يعني الشوارع التي كانت فيها حياه طبيعيه ومشاهد الثبات المؤسسات والحكومي التي رصدناها بشكل عفوي وبشكل طبيعي طبيعي نلاحظ انه انه كنا امام عاملين اساسيين عدم صدقيه هذه الادعاءات اساسا واستطرادا يعني فشل هذه الرهانات حين أفشل فشلت الدفاعات الايرانيه العدوان والاهداف القريبه وايضا البعيده، يعني لاحظنا تحول مباشره بالنبره الاعلاميه وتم تعديلها بشكل مباشر بعد الضربه وفشل هذه الضربه، ضربه لحصر الحديث في الاهداف العسكريه والترويج لانه الضربه قويه تلقاها البرنامج الصاروخي الايراني والترويج انه ايضا هي ضربه تمهيديه مع انه هذا يخالف فعليا كل ما قيل وكل ما تم الترويج له. قبل آآ آآ الضربه مع عدم القدره على اثبات حدوث هذه الاضرار الفعليه المزعومه او حتى اظهار اثار للعدوان المزعوم، لجات هذه المصادر مثلا مثل نيويورك تايمز كانت تنشر مواد لا تمت للصحافه بصله، تقول مثلا في احد العناوين الاجواء ليست طبيعيه في في ايران مثلا، بدون دون ان تستند لاي مواد، دون ان تستعرض اي معطيات، اي ادله او اي براهين، هكذا كانت خلاصه المشهد الاعلامي، نفس وسائل الاعلام التي مارست التهويل والحرب النفسيه يعني رصدنا تراجع وتحول بنبرتها مباشره بعد افشال العدوان من من قبل ايران. نعم، هنا ساختم بدقيقتين، دكتور سمير بدقيقه طبعا الملخص من كل ما شاهدناه، ماذا يمكن ان نستنتج؟ الخلاصه واضحه جدا ان اعلام المقاومه وفي المقدمه الميادين نجحت نجاحا كبيرا، هذا النجاح ازعج اسرائيل ومن يقف وراء اسرائيل، وبالتالي هم استهدفوها وسوف يستهدفونها لكن انا على ثقه كامله ان الميادين كما كانت ثابته سوف تظل ثابته، هذه الحرب سوف تستمر لانه على سبيل المثال لم اجد صحيفه غربيه واحده او امريكيه واحده او شبكه تلفزيون امريكيه تتحدث عن الرقابه العسكريه في اسرائيل لم يحدث هذا على الاطلاق لم يقولوا ان ما يظهر في من ارقام قتل للجنود الاسرائيليين وجرحى وخسائر لم يتحدث عنها على الاطلاق لم تتحدث وسيله اعلام امريكيه واحده عن الخسائر التي احدثتها صحيح. 200 صاروخ باليستي وقعوا او سقطوا على ثلاثه قواعد عسكريه في اسرائيل على الاطلاق هم ينصاعوا تماما للرقابه العسكريه صحيح. الاسرائيليه لكنهم يهونوا ويقللوا من اي هجوم او اي عمل تقوم به ايران او المقاومه تماما اشكر ثقتك دكتور ايمن بشبكه الميادين الاعلاميه وثابتون بطبيعه الاحوال مهما كانت الضغوط والتهويلات والتهديدات والاعتداءات دكتور رياض أيضا الخلاصة معك في دقيقة أحذروا 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 من أسطرة إسرائيل من يروج الاعلام العربي للتفوق التكنولوجي الاسرائيلي، لا يوجد يا سيدي تفوق تكنولوجي اسرائيلي، ربما امريكي متقدم لانها تقاتل بطائرات امريكيه وقنابل امريكيه وصواريخ امريكيه، اعلام عربي يروج لاسطوره اسرائيل الجيش الذي يقهر، اعطيك تصريح سفير اسرائيلي سابق قال منذ 1948 ونحن نقول للغرب ساعدونا احمونا من العرب سينقضون علينا ويفنوننا، وفي نفس الوقت كنا نقول العرب: نحن قوة لا تقهر، نحن أسطورة، نحن نهزم الجميع، ومن يقترب منا ستحرقه نارا، فإذا كنا نتعامل بمكيالين. احذروا من الاعلام العربي الذي يؤسطر كيانا ليس باسطوره، انهزم في تموز 2006 وانهزم في اكتوبر 73 وانهزم في 1956 وينهزم و و اليوم، نعم المقاومه ينهزم اليوم ما دامت غزه تقاتل، ما دام جنوب لبنان يقاتل، ما دام اليمن يقاتل، ما دام العراق يقاتل، ما دامت الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تقاتل وتدعم، اذا فالمقاومه صامده منتصره. هذه ليست حرب تقليدية في ليست معركة واترلو فيها منهزم ومنتصر كل ما ثم مقاومة وكل ما ثم حتى واحد فقط في غزة يطلق الرصاص إذا المقاومة فشل نجحت لأن المقاومة هدفها واستنزاف أكثر من سنة وبدأنا نلحظ شباب إسرائيلي يهاجر ويهرب دكتور من الوطن الموعود نعم شكرا لك دكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسيه من جنيف شكرا لك دكتور ايمن سمير ايضا رئيس تحرير صحيفه السياسه المصريه شكرا وشكرا لزميلتي السيده بهيه حلاوي مديره الميادين اونلاين شكرا جزيلا لك بهيه ومشاهدينا هذه الساعه من التغطيه انتهت لكن تغطيه الميادين مستمره على راس الساعه الى اللقاء